تحية سام عبور لاند، وماذا نتوقع لسهم عبور لاند؟ عبور لاند احنا كنا في التحليل الاخير بنتوقع له مزيد من الهبوط، وقلنا ان اهم مناطق بالنسبة لي هي المناطق دي اللي عند 7 جنيه و40 قرش ل 7 جنيه، وما زلنا متمسكين بهذا الرأي. لكن حاليا اكيد كل هبوط لازم يحصل له تصحيح، ومنتهى البساطة انا عايز نركز مع المنطقة دي بشكل قوي جدا، لان انا اتوقع ان يحصل زيارة للمنطقة دي اللي هي مناطق ما بين ال10 جنيه لحد ال11 جنيه. والمناطق دي يا جماعة مناطق مهمة جدا جدا جدا، تمام؟ هنروح على فريم ال4 ساعات وهنسحب ترند على آخر موجة هبوط. أنا بالنسبة لي إن أنا بستنى أي ردة فعل من المستويات دي. أنا عندي مستويات مهمة جدا جدا أنا كنت بتكلم عنها، اللي هي في آخر فيديو قلنا إن عندنا مستويات عند ال8 جنيه و60 قرش، ودي مناطق قوي جدا، اللي عند 8 جنيه 85 قرش بالظبط، اللي هو فين المناطق دي يا جماعة؟ اللي هي المناطق اللي هو آخر قاع تشكل لي في الموجة دي، تمام؟ اللي هي عند مناطق 8 جنيه و60 قرش أو أقل بشوية. حاليا أنا بتوقع إيه؟ أنا بتوقع إن ممكن يحصل ردة فعل لعدة اختبار المناطق دي اللي هي ما بين ال9 جنيه لل9 جنيه و40 قرش. طول ما انا تحت مستوى ال9 جنيه و40 قرش فانا ما زالت نظرتي سلبيه. كسرت مستوى ال9 جنيه و40 قرش هيكون اول مستهدف ليا بمنتهى البساطه، اللي هي المستويات دي ما بين ال10 جنيه لحد مستويات ال10 جنيه و80 قرش، تمام. بس ده يشترط ايه؟ ان انا اصعد بقوه وانزل عيد اختبار مناطق ال9 جنيه ل9 جنيه و40 قرش واستقر فوق منه. ده اللي اقول ان انا عندي صعود قوي وهطلع عيد اختبار المناطق دي، وبعد كده هكمل في الاتجاه الهابط، هو وقتها يكون لكل حديث حديث. لكن حاليا انا بتوقع ايه؟ اتوقع بمنتهى البساطه ان انا اشكل قاع جديد. ممكن يحصل ان انا اكسر الترند ده واطلع عيد اختبار المناطق دي، وبعد كده انزل اكمل الاتجاه الهابط. ده بمنتهى البساطة اللي أنا أتوقعه. طيب هل هيصعد المستويات الحالية؟ لا، ممكن بمنتهى البساطة يفضل يتسلل كمان شوية، وبعد كده يطلع يد لاختبار المناطق دي، وبعد كده ينزل يعمل لي قاع جديد. اللي يقول لي الكلام ده هيفشل لما يكسر للمنطقة دي اللي احنا محددينها دي، اللي هي عند 9 جنيه و40 قرش و9 جنيه. انا بقول الارقام يا جماعة بشكل واضح اهو، انا لازم اقف فوق المنطقة دي واستقر بعد منها، وبعد كده هيكون الصعود بتاعي بيستهدف مناطق ال10 جنيه ل10 جنيه و40 قرش. لكن انا شايف بدأنا يحصل في ضعف في الزخم البيعي، حتى لو رحنا على المجدي بيضعف الزخم البيعي، وحتى على الار اس اي ضعف الزخم البيعي حصل عندي دايفرجنس. لو رحت على فريم ال15 دقيقة عشان اشوف الجزء اللي تحت الترند ده بمنتهى البساطة، وحتى على الاندكتورز بيس، يعني الزخم البيعي بدأ يقل بشكل كبير قوي. هل هنزل عند منطقة ال8 جنيه و60 قرش اللي هي منطقة دعم قوية جدا، ويحصل عندي ردة فعل واطلع عيد اختبار مناطق ال9 جنيه و40 قرش لمناطق ال9 جنيه؟ ده اللي هنشوفه. كسر مناطق ال9 جنيه و40 قرش والاستقرار فوق منها، هنروح للمناطق اللي احنا قلنا عليها ما بين ال10 جنيه ل10 جنيه و80 قرش. وما زلت اتوقع لعبور لاندو انه هيشكل قاع جديد، ولكن ممكن يعمل لنا حركة تصحية. ممكن حركة تصحية تكون بسيطة وممكن تكون عنيفة، ده اللي هنشوفه. ولكن كن حذرا من المناطق دي، لان السعر ممكن ما يستطيعش يتجاوزها، ونكمل في الاتجاه الهابط زي ما احنا كنا ماشيين. بالتوفيق.